بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، فهذا من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ومن سوء الظن بالله عز وجل. فلذلك هذا الرجل لما قال هذه الكلمة أنكر الله عليه: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان، كأنه قانط من رحمة الله. قال الله: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي. هذا إنكار من الله على هذا العبد ألا أغفر لفلان، يحلف علي ألا أغفر لفلان. إني قد غفرت له، يقول الله جل وعلا: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. انقلب الأمر على هذا القائل، لأنه أساء الأدب مع أخيه المسلم، وقبل ذلك أساء الأدب مع الله جل وعلا، فحلف على الله أنه لا يغفر لفلان. فهذا لا يجوز، وهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا هو تيئيس للعبد من رحمة الله، يعني تيئيس لهذا الذي أصدر في حقه هذه الكلمة. سوء أدب مع الله وتيئيس لهذا العبد أن الله لا يغفر له، وأكد ذلك باليمين على الله جل وعلا. كل هذه منكرات من اللفظ، الله جل وعلا ردها عليه وقال له: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، لأنه أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ففيه إحسان الظن بالله عز وجل، والأدب مع الله سبحانه وتعالى، لئلا يحبط عمل هذا القائل وهو لا يشعر. نعم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا رجل مسيء والله أعلم، وهذا رجل عابد. فلما تكلم هذا الرجل بهذا الكلام السيء في حق الله، وأقسم على الله ألا أنه لا يغفر لفلان، أنكر الله عليه ذلك: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان. قال الله جل وعلا: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله العافية. كلمة سيئة قالها هذا الرجل أحبطت عمله، وسببت المغفرة لمن صدرت في حقه، ففيها إساءة الأدب مع الله وسوء الظن بالله
عز وجل، وفيها احتقار الرجل المسلم، وإن أخطأ فإنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: هذا الرجل تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، والعياذ بالله. كلمة واحدة، فإساءة الأدب مع الله جل وعلا، بل زاد الأمر إلى أنه حلف أن الله لا يغفر له. الله جل وعلا رد عليه قوله وأنكره عليه، وسببت هذه الكلمة المغفرة لمن صدرت في حقه. نعم. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قوله: باب ما جاء في الإقسام على الله. ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قوله يتألى يحلف، والألية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة. قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا ييامي تعال، وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة، والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. فقال فيقول: خلني وربي. قال: فوجده يوما على ذنب استعظمه، فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: أدخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. حيث أنه حلف أن الله لا يغفر لفلان، فسببت هذه الكلمة أن الله غفر للرجل المذنب وأحبط عمل القائل، نسأل الله العافية. ففي هذا عظم ذنب من قنط الناس من رحمة الله عز وجل، بل زاد أنه حلف أن الله لا يغفر لعبده المذنب، والله جل وعلا غفور رحيم. فالله غفر لهذا المذنب وأحبط عمل هذا القائل الذي أساء الأدب مع الله ويأس من رحمة الله لهذا العبد المذنب. ففيه خطر إساءة الظن بالله
عز وجل، وفيه خطر الكلمة التي تغضب الله سبحانه وتعالى على قائلها. فالإنسان يمسك لسانه ولا يقول على الله، يحلف على الله ألا يغفر لعبده. نعم. ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار، إلى آخره. نسأل الله العافية. هذا فيه خطر الكلام السيء والقنوط من رحمة الله عز وجل، فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى يغفر لعباده. وفيه إحسان الظن بالله عز وجل والنهي عن إساءة الظن بالله عز وجل، وأن العبد لا يتدخل مع الله لأنه لا يغفر لعبده، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. قوله: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث: أحدهما مجتهد في العبادة. نعم، الذي قال هذه الكلمة السيئة مجتهد في العبادة، فلما تكلم هذه الكلمة أحبطت دنياه وآخرته والعياذ بالله. ففيه إحسان الظن بالله عز وجل، وفيه أن الله يغفر الذنوب جميعا ويتوب على المذنب مهما كان ذنبه ومهما كانت خطيئته، فإن الله غفور رحيم. نعم. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام. نعم، فيه خطر الكلام الذي يغضب الله عز وجل، وأنه يرجع على قائله بالخسار والعذاب. ففيه إحسان الظن بالله عز وجل وإحسان الأدب مع الله جل وعلا، وفيه أنه مهما عظم الذنب فإن رحمة الله أكبر، يتوب على من تاب ويتوب على عباده وهو التواب الرحيم. تواب كثير التوب الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الله جل وعلا غفور رحيم حليم كريم، فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله ويحسن الأدب مع الله ويحسن الأدب مع عباد الله، ويحفظ لسانه من مزالق الكلام الخطرة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ،
وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم، قال معاذ، قلت قال معاذ نحن مؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك. وهذه كلمة يؤتى بها للإنكار على المقابل، وإن كان لا يقصد معناها، وإن كان القائل لها لا يقصد معناها، وإنما هي كلمة تجري على الألسنة. نعم. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم، هل يكب الناس في النار على وجوههم والعياذ بالله إلا حصائد ألسنتهم؟ ففيه أن الإنسان يحفظ لسانه ويتحذر من الكلام السيء حتى ولو كان على سبيل المزح، فإنه لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أيضا في حق المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى، من عادة المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه إذا فرغ من الباب أتى بالمستنبطات، مستنبطات المسائل التي يستنبطها من الأحاديث أو الآيات الواردة فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى، التحذير من التألي على الله. التحذير من الحلف، التألي يعني الحلف، من الحلف على الله سبحانه وتعالى لما في ذلك من إساءة الأدب مع الله، وفيه اليأس من رحمة الله. نعم. الثانية، كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. أي نعم، النار قريبة، فهذا الرجل دخل النار فور ما تكلم بهذه الكلمة والعياذ بالله. أقرب من شراك نعله، أي السير الذي في نعله. نعم. الثالثة، أن الجنة مثل ذلك. أن الجنة قريبة كما أن النار قريبة من العباد، فعليهم أن يحسنوا الظن بالله في حقهم وفي حق إخوانهم، وأن يحفظوا ألسنتهم من الكلمات التي لا تليق في حق الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. الرابعة، فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة يهوي بها في النار 70 خريفا. نعم، يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة والعياذ بالله. ففي هذا أن النار لها قعر بعيد والعياذ بالله، 70 خريفا، 70 سنة. الخامسة، أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم، لأن هذا الرجل قال هذه الكلمة في حق أخيه فصارت سببا في الخير، في الخير له. الله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.